قبل أبدأ أي تمرين يا جماعة، أحب أشكر السيدة نور القطبي من الإمارات العربية، من بلد الأحباب، من بلد اللي فيها ليا فيها ذكريات جميلة. السيدة المحترمة دعمتنا بمبلغ محترم جدا جدا يليق بيها ودعمت القناة، فمشكورة جدا. أنا واجب علي أشكرها مرة واتنين وتلاتة. وأنا قبل ما أعمل أي حاجة كتر خيرها، وهي سبب في دعم القناة ودعمنا. ألف مليون شكر جدا 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 السيدة نور القطبي، كتر خيرك يا أختي. فركز انتباهك بقى معايا دلوقتي. احنا هنشتغل، هننشط ايدينا. انا مش عايز التمرين، انا هحط لك الخطوات، ممكن احطها مترجمة يعني، بحيث ان الكل يلحق معانا. احنا بننشط الكيراشي، النور الابدي. خلاص، النور الابدي دوت، مش قلنا احنا الصوت والنور هم دول ربنا؟ الصوت اهتزاز والنور اهتزاز، يعني انت بتهتز وانت واقف، فانت بتهتز بقى يمين شمال فوق تحت ورا قدام، انت بتهتز. خلاص، والنور بيظهر الاهتزاز دوت. الاهتزاز ده حركته دي بتعمل شكل، فبتعمل شكل هندسي. خلاص، الشكل الهندسي يعني رموز. رموز دي يعني رموز رياضة جسمك والدي ان ايه عارفها مخزنة فيك. فانت لما بتيجي تنشط الكلام ده معايا حضرتك، اوتوماتيك خلاص جسمك بيشربها. انا لو صوتي معير، دي اعراض تنشيط، اللي بحس فيكم بأعراض الانفلونزا، اعراض وجع في الرقبة، في الظهر، الدي ان ايه بينظف نفسه معايا. فالدي ان ايه بينظف نفسه. فركز معايا، بعد ما نشطنا الايدين خلاص ونشطنا الدراوتيك سفير، الكرة اللي بنخزن فيها، الكرة الخضراء اللي في شاكرا 4، اللي فيها الفايلوت، النقطة الفايلوت اللي هي الفليم، الشعلة، اللهب اللي بيغير ويحول، كنت اتكلمت عليها قبل كده من زمان. فاحنا بننشط الكا دلوقتي، الكا يعني النور. خلاص، هتتنفس مرتين ثلاثة. خلاص، ايدك اتنشطت، هتخزن النور من المركز الارض، هتطلع طاقة من مركز الارض فضية عبر الحبل اللي انتوا عارفينه لغاية شكر القلب، هتعمل الكرة ديت. ايدك طبعا اتنشطت، مش هعيد التمرين يعني. خلاص، دلوقتي انت هتاخد طاقة وتحطها في التلبوم بتاعك، في العصعص. خلاص، هناخد طاقة من الأرض لغاية شاكرا القلب والزفير، هتحط إيدك اليمين عند التلبون وتنفخ الطاقة ديت عند التلبون عن طريق إيدك اليمين. فأنت حط النية، خدت الشريك لغاية الكورة، فأنا هنفخه في إيدي اليمين. اليمين دي هي اللي بترسلها، واليمين بصوابعي عند ماسك التلبون، العصعص بتاعي من تحت، ذكر أو أنثى يعني. معايا ولا مش معايا؟ فحضرتك هتاخد مرتين ثلاثة وتحطها فين؟ في التلبون. خد وقتك خالص، أنا ما بقولكش تأمل معايا، أنا بقولك الخطوات. خد وقتك، مرتين ثلاثة أنفاس كده من مركز الأرض عبر المهارك شيلد بتاعك، عبر شكرا 12، طالع عبر العمود الرئيسي، لو رايح لغاية شكر القلب على الخزان اللي عملناه، وبعدين هتنفخه عبر ايدك اليمين اللي هي صوابعك ماسكة التلبون بتاعك العصعص. خلاص، بعد كده هتعمل ايه؟ هتحط انتباهك
عند شكرة 2 عند العانة خلاص شكرة العجز. عايزك تتخيل حلاتي بنشيل الميوتيشن الطفرات الغريبة اللي في جسمنا، فاحنا هنشيل في هنشيل من شكرة 2 و3 و4 خلاص. شكرة 2 حط انتباهك عند شكرة 2، وعايزك تتخيل ان في زرعة كريستال يعني لها طرفين مدببين عايزة تخرج من شكرة 2، طلعها حط ايدك كده بتخيلك طلع التادي من شكرة 2، حس انك مسكت الكريستالية الزرعة ديت، ما دي ميوتيشن ديت اللي بيجيب لنا الموت، فالميوتيشن ديت هتاخدها تطلعها من شكرة 2 لبرة، تشدها لبرة كأنك انت بتطلعها من العانة كده معايا. بعد كده بيقول لك focus your attention ماشي على ايه؟ شكرة 3 الكريستال، في كريستالية اخرى برضو مرة واحدة تانية حاول بايدك تطلعها معايا بنفس الطريقة، هتحس ان في حاجة كده مدببة خشنة غامقة لونها بايت خشنة، طلعها خلاص، طلعها خالص، ولما تطلعها ارسلها لبره خالص، لبره جسمك، لبره الأورا، لبره مجالك اصلا، ترسلها احسن حاجة اقولها لك بس دي سابقة لأولها، حاول بالزفير في ايدك اليمين ترفعها لغاية شكرة 14 فوق ماشي، عشان تتحول وتتغير وتتغسل بإكسير الحياة بمية كده. هو سابق لأولها الكلام ده، بس في شكرة 14 في منطقة لو احنا المحور الأرض ومحورنا مظبوط تقدر تطلعها يعني بخط مستقيم خلاص، وعشان احنا ميلين 23 درجة ونص فحضرتك هترميها ناحية اليمين بزاوية 45 درجة لفوق، هترميها برضو رايحة لشكرة 14 ماشي، الخط ده كله هنبقى نشطه بعدين، بس مؤقتا دلوقتي ارميه ناحية اليمين بيدك لفوق بزاوية 45 درجة لفوق مش لتحت، راحة للمكان دوت، المكان ده في اسمه يعني جاي من الإيكا، إيكا إرث يعني دي الأرض، الأرض اللي خلقتنا حلو الكلام، الأرض ديت متوسطة ما بين منظومتنا ومنظومة القرين بتاعنا لو تعرفوا، احنا بحطها لك دلوقتي الشكل ده واشرحه خلاص، طب اشرحه اللي انت شايفه دلوقتي احنا منظومتنا ودي منظومة الطاقة بتاعتنا اللي فوق 90 درجة، وادي القرين بتاعنا وادي الفوق بتاعها 90 منظومة الطاقة بتاعتها، اللي في النص هنا هتلاقي في شجر كثارة أصلا دي الأرض الداخلية، الأرض الداخلية بيها تجمعنا، يعني هتلاقي مثلا في كل القرين هتلاقي رقم 11 مركز 11 واحنا مركز 12 موجودين جوه الكثارة دي، فاحنا المفروض الأرض ديت المفروض على استقامة العمود الفيرتيكلي الرأسي على طول
لو محور أرض ما حصلوش ميلان، انتوا عارفين المحور الأرضي 23 درجة ميل، صح الكلام؟ معنى كده احنا دوران، الدوران مقفول علينا، خطوط الطاقة جاية لنا بالورب، فمؤقتا قبل ما احنا نعدل جوانا المحور دوت بكذا تمرين تاني، ماشي، يعني هنعمل اللي على اليمين ده هنجيبه رأسي كده، او هنعدل طاقتنا وطاقة الكوكب كمان، طاقتك وطاقة الكوكب انت دلوقتي بتعدلها. اي نعم كل الكوكب مش هيتغير، بس انت وطاقتك الموجودة جزء من الكوكب هتتعمل محاذاة مع الارض الداخلية. الارض الداخلية ديت هي المفروض تدينا طاقة الشفاء الكاملة، خلاص، وهي اللي فيها تقدر تغسل وتاخد الشادو بادي وتاخد الكريستالات، المفروض عند شكل 14 فوق على استقامتنا. فاحنا دلوقتي عشان احنا مش مظبوطين هنرميها بنية انها راح شكل 14 ناحية اليمين بزاوية 45 درجة اللي فوق، وهو ده مكان الارض الداخلية اسمها الايكا ارس، خلاص، دي فيها احنا برضو، دي ارواحنا العليا، خلاص، دي الارض دي موجودة بيننا وبين القرين، وهبحكي لكم ازاي كمان منظومة الشياطين والساقطين عايزة تاخدنا وتاخد القرين وتاخد الارض الداخلية معانا، خلاص، لكن ان شاء الله ده مش هيحصل. ما علينا دلوقتي، فهنا ركز انتباهك في المجال الاخضر في شكل 14، في شكل، سوري، شكل 4، ركز تاني كده وبص كويس، هتلاقي فيه مكعب لونه اسود، وجوه المكعب الاسود ركز كويس هتلاقي فيه مكعب لونه ابيض، فالمكعبين دول موجودين جوه شكل 14 جوه القلب، خلاص، المكعب ده اللي هو البلاك كيوب اللي احنا عندنا حكيت عنه قبل كده في كذا فيديو معايا. ركز انتباهك دلوقتي، عايز تاخد شهيق من مركز الارض من المهرج الشيلد بتاعك رايح جوه المجال الخزان بتاعك اللي فيه الفايلوت اللي فيه الجرين اللي متحوط بالبيل سيلفر باللون دوت بالطاقه ديت، الزفير دوت هتنفخه جوه المكعبين دول، المكعبين دول هتلاقيهم بيهتزوا معاك مرة واحدة كده، ماشي، واهتزازهم ده هيحرقهم، عايزك تشوف دخان طالع منهم، واخد بالك؟ ركز معايا، وزي ما بقولك كده عيش يعني، اسمعني كأني بقولك حدوتة، فاسرع معايا ركز انتباهك دلوقتي عن تلبون. فأول تلبون دي أول خلية انت دخلت فيها تجسدك في هذه الكثافة الأولى في الكون الأول. من هما 8 خلايا بيتكسروا، لكن أول خلية هي دي خلية المسيح الكريستوس بتاعك، فدي موجودة في أول حاجة انت بتدخل، روحك بتدخل عن طريق دي. يعني انت عند الولادة لما الاب والام يخصبوا الحيوان الملوي البويضة يتخصبوا في اليوم 33، كل ده بيتبني تشيو نسيج لحم ما فيهوش روح. في اليوم 33 بتدخل الروح لغاية الروح او الوعي يعني، ماشي، وبيخش على فترات لغاية اليوم 56. فمن 33 لغاية 56 احنا بنقول الروح بتنزل او الوعي بينزل، الكائن الجدي اللي داخل. فبالمناسبة كان زمان قبل ما يبقى في الاتصال جسدي للجنس والولادة، كان لو حب حد يتولد، ماشي، بيبعت رسالة للأب والأم الفلانيين دول، انا نازل ليكم، فبيسألوا انت جاي ليه وانت بتعمل ايه وجاي تعمل ايه وهنساعدك في ايه ولا فساعتها بيحطوا
بتنفخ طاقة من نفسها بوعيها، وهو نفس الكلام الذكر بيعمل زي شيلد كده يستقبله فيه خارجيا مش داخليا، الوعي المولود الجديد الوعي اللي داخل فبيستقبله، بيبقى الحضانة من بره ويكبر ويبقى ليه نسيج ومادي وكل حاجة، كل ده بره. لا انا مش موافق، خلاص ارجع، مش مزاجي اخلف، فاهم انت؟ فما علينا يعني. فعند اليوم 56 الروح بتنزل، تنزل بقى من 33 بتنزل عن طريق التلبون في النسيج ديت، ماشي، تخش على المنطقة اللي فيها النسيج يعني ده كله، ده اسمه نسيج مادي كريستالايزد، يعني اي مادة يعني كريستال يعني مجسمة، مش وهم قوي، مجسمة يعني لها شكل مجسم. فما علينا، هي دي كان الدخول من التلبون من العصعص. فركز انتباهك في الخلية الاولى ديت، الكريستوس بتاعك. تخيل ان في مجال لون الكريستوس بتاعك اللي هو الفضي الباهت، لون الزئبق اللي في ترمومتر الحرارة او الزئبق العادي، تخيل ان الزئبق دوت في موجود عند الخلية الاولى في العصعص بتاعك عند طرف التلبون، خلاص، فده مجال في السبارك بتاعك موجود. دلوقتي انا عايزك تركز تاني على انتباهك على الخزان الموجود في عند القلب، خلاص، هتاخد نفس من الارض لغاية الخزان دوت شهيق، وبعدين الزفير، هتنفخ حبل لغاية من الطاقة ديت اللي فيها اللون الأخضر واللي فيها اللون البنفسجي، ماشي، اللي متحوط. حط النية، مش لازم انت مش قادر تتخيل الكلام ده، حط النية ان ده بيحصل بجد، حط النية يعني انا قالوا ان ده هيحصل ببساطة كده، ودي عقلك وركز انتباهك ان الالوان ديت بالطاقة ديت نازلة للتلبون بخط مستقيم في العمود المركزي لشجرة الكثارة، ها؟ فانت هتنفخ الزفير الحبل دوت رايح داخل المجال السبارك اللي فيه الكريستوس بتاعك في الخلية الاولى في عند التلبون. فانت هتلاقي دلوقتي جوه الخلية ديت المجال الابيض، جواها المجال الاخضر اللي انت نفخته الكورد بتاعها، فاهم دي ولا بعيد عنك؟ وقف الفيديو واستوعب، ماشي. وبما اننا في الشاكرا الاولى، معنى كده ان في مجال احمر، فانا عايزك لونها احمر، فانا عايزك تحط اللون الاحمر المجال دوت جوه الاخضر، جوه الابيض اللي هو الخلية الاولى للمسيح الموجودة عند العصعص، تمام؟ تابع معي. ركز انتباهك بقى دلوقتي عند مركز الأرض، هناخد طاقة من مركز الأرض هنطلعها بالشهيق لغاية المحرك شيلد بتاعنا، هناخد اللون الفضي الطاقة بتاعها من اللون الفضي عبر العمود المركزي لغاية التلبون، ماشي، لغاية التلبون. فاحنا هنغبط دلوقتي، طبعا الخلية الاولى موجودة في التلبون، فاحنا رايحين نودي طاقة من المعارك شيلد اللي لونها زئبقي راحة للون الاخضر المجال الاخضر اللي نازل من اللي نزلناه من الكورد اللي جاي من الخزان بتاعنا. فاحنا دلوقتي هناخد شهيق لغاية التلبون، خلاص. لاحظ في اللحظة ديت ان اللون الفضة بيخبط في اللون الاخضر، ماشي، فبيخليه باهت،
فهنلاقي الجرين ما عادش بيلمع زي ما كان، فأصبح أخضر عادي كده ماشي. فاهم دي؟ احنا دلوقتي عند المجال الأخضر، الطاقة اللي احنا في التلبون اتفتحت خلاص، فتحنا احنا المفتاح الأخضر دوت. وخلي بالك البعد الأول والرابع والسابع والعاشر مرتبطين، كثافة مادة، الشكرات دي كمان، الكثافات دي. فالبعد الأولاني جسمك الأثيري اللي فيه الذرات اللي انت مش شايفها، والذرات ديت شكل يعني المادة فيها شبه مش محسوسة، فسميناها أثيري ماشي. وأصلا الكثارة بتاعت الجسم الأثيري هتلاقي هنا كده صغيرة، وبعدين الكثافة بتاعت الكثارة بتاعت الجسم العاطفي دي تو هنا شوية كده، بعدين الكثارة اللي انت عارفها اللي شفتها قبل كده في الدي 3 اللي انا وريتها لكم في الشرح قبل كده، اللي هي اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. وفي كثارة بتاعت الكون، هننشط ده كله ان شاء الله. بس انا انت خليك معايا دلوقتي، هتاخد شهيق عادي من المهرج شيلد بتاعك لغاية الخزان، وتاخد الزفير هترمي لغاية التلبوم بتاعك في المجال الأحمر، القفل بتاع الشاكرا، الكريستال سيل بتاع البعد الاولاني بتاع الشاكرا رقم واحد الموجود في التلبون، اللي هو يحتويهم الخليه بتاعت الكريستوس عند في اول العصعص، اول ما تلمس العصعص كده بايدك من ورا يعني، انا اسف بس عادي يعني. المهم احنا هنرمي كورد من الخزان لغايه التلبون عند الاحمر، حلو. بعدين تحط تركيزك في المهرج شيلد تحت، هتاخد طاقة يعني نور، نور فضي لغاية التلبون ماشي، لغاية التلبون تحت رايح فين؟ عند القفل اللي هو المجال الأحمر. أولا أنت وديت كورد اللي فيه الفايلوت اللي فيه الأخضر اللي متحاوط باللون الفضي، فأنت مودي حبل فيه الأنوار دي، فيه الطاقة دي اللي هي بتغير. وخلي بالك الفايلوت بيغير نازل لغاية التلبون، بيخبط فين؟ في القفل الأحمر ماشي. أنا بتكلم معاه مش عايز أقول لك مصطلحات عشان ما تلخبطش. القفل الأحمر بتاع الشكر اللي المفروض يفتح، هتاخد تاني من المهارك شيلد بتاعك طاقة نور أبيض، نور فضي باهت، هيضرب تاني في التلبون عند القفل الأحمر خلاص. ونتابع كده، في اللحظة دي هتلاقي المجال الأحمر اتغير بقى بينك. هناخد نفس من المهرج شيلد بتاعنا لغاية فوق، وهننفخ اللون البينك، الطاقة البينك ديت كلها لغاية شاكرا 12 تحت رجلين. لما راح للشاكرا 12 القرص بتاعها فتح ان هو يستقبل التلات أنوار أو ثلاثة شعلة أو ثلاثة فليم الأبديين الكيراشي اللي هم 13 14 15. فالثلاثة فليم دول موجودين مع شاكرا 12. البنك اللي عملناه دوت اللي فتحنا بيه الأول خلية للكونداليني ماشي، أول كريستال سيل أو القفل
الأحمر دوت دي، فتحنا باب الكندالين اللي هو اشتغل. وكده احنا بنثبت الكيرا شي اللي هي الأنوار الأبدية 13 14 15، التلاتة فليم الأبديين، اعتبر ان دول التلاتة عواميد نور جوه جسمك. التلاتة فليم دول اللي هو اليمين والشمال والنص، هوريهم لك في الصورة دلوقتي، اللي هي الما يعني المانو والماني والإيري. المانو اللي هي السبيريت الروح، او الستيل بوينت بين الشهيق والزفير. والمانا اللي هي النور اللي هي الكا، والإيري اللي هي الصوت ماشي، اللي هي الشا، والكيراشي الراد يعني الوحدة ما بين الكا والشا والشي، الوحدة بين النور والصوت. خلاص يعني كلنا واحد، الكيراشي كلنا واحد، كلنا النور الأبدي اللي خارج من الأم الأبدية. ها إذا كان ده ذكر، ففي الصوت الأنثى الاهتزاز ماشي، وطبعا قبل الاهتزاز احنا كلنا جوه المصدر على فكرة، احنا ما بعدناش عن المصدر. يعني التفريدات ديت يعني انا احنا يعني هنفترض ان احنا المصدر، خدنا حتة من جوه المصدر بقت صوت، واهتزاز الصوت عمل حركة فعمل أشكال بقى نور، والنور ابتدى يعمل مع الصوت الماتريكس المادة، والمادة عبارة عن كريستالات ماشي في كل كون. على فكرة الخمس أكوان المنظومة كلها موجودة زي ما احنا قاعدين، احنا مش شايفين عشان مش شايفين التردد بتاعها. خلاص احنا بننشط الترددات ديت عشان نشوف ونقدر نثبت العواميد النور والصوت ديت جوانا، ونبقى اعمده ماشيه على الارض، وفي نفس الوقت بنساعد الكوكب. يعني كل ما بنمشي خطوه زي ما بيقولوا كده حسنات، واخد بالك؟ فانت بتنشط الارض وبتنشط نفسك واللي حواليك كمان، مجرد وجودك نعمه ماشي. لسه هنتكلم في ازاي تغير الفكره، وازاي تتقبل، وازاي تعدي، وازاي اسيب ايه وودي ايه. ما علينا، احنا بننشط دلوقتي الكيراشي اللي هم موجودين في شكرا 12 دلوقتي، الثلاثه نايمين مولودين معاك بس كانوا نايمين. فحنا هنبتدي ننشط دلوقتي الكاملين، ثم هننشط الكونداري ده كيراشي، بعدين الكونداري الصوت الام ماشي. دلوقتي التلاتة فليم موجودين في شاكرا 10، احنا دلوقتي عايزين ننزلهم في مركز الارض عشان نسمع صوت نغمة انت تسمعه داخليا، النغمة اللي هتخطر على بالك اللي هتسمعها دلوقتي، او لو ما حسيتش او ما سمعتش او اتلخبط اختار نغمة. ان لما اجي انقل التلاتة فليم دول لمركز الارض هسمع صوت، يكون طن يكون رنة، انت الوحيد اللي تقدر تحفظها، وانت اوتوماتيك هتحفظها حتى لو انت نسيتها. فانت لو اخترت الرنة دلوقتي استحالة حتى لو نسيتها هتكون موجودة فيك. الرنة دي مفتاح يخرجنا من قاعات الأمانتي اللي فيها مكتبة الأكاشة، اللي فيها ممر الخروج البوابات النجمية اللي في الكثارة اللي في الكون. يعني أنا ممكن أتنقل من
أخذ النية من مكاني هنا أروح قاعات الأمانتي أتنقل لغاية مثلا سجنة أربعة أو خمسة، أو أنشط الفيلم بادي بتاعي كامل وأروح تلاتة ستة تسعة 12، واروح من 12 للإيكا إيرس، وكل ده عبر قاعات الأمانتيا الموجودة برضو في مركز الأرض، وده الصوت برضو اللي هسمعه. ماشي، يعني أنا نويت السفر دلوقتي، معلش اللي بيسمعني بقى يقدر يستحمل، نويت السفر دلوقتي فأنا بروح لمكان السفر. مكان السفر دوت موجود فين؟ كنت حضرت ليكم في فيديو التاريخ ان بوابة أربعة موجودة تحت الهرم، بوابة مثلا عشرة، بوابة عشرة موجودة في إيران. ماشي، بوابة عشرة موجودة في إيران، لكن ممكن أسافر لها من حاجة اسمها كيو سايت زي الإحرام هنا. ما هي دي الفكرة اللي انتوا مش واخدين بالكم منها. أنا بحرم منين؟ من الكيو سايت بتاع كل بوابة. ولو الكيو سايت عليه مشاكل زي الفاتيكان مثلا عليه كيو سايت بتاعه، هبقى أنزل صورة فيها الكيو سايت، المكان ومكان البوابة فين، يعني هنسافر له عشان من هناك بروح أسافر، باخد المنطقة دي أخد مثلا من بوابة سبعة أروح لعشرة، فلازم أروح لسبعة الأول لو أنا هروح بالجسم المادي. معلش استوعب وشوف مدى هو عندنا في الحج يعني بيعملوا كده، بس مش هو ده الحج، يعني هو الحج ده محرف. يعني انا عارف الفيديو ده هيوديني في داهيه، بس عادي، لا مش هروح في داهيه انا. الكلمه دي غلط اللي انا قلتها، كلمه انا عارف ان انا رايح كذا كذا ده اسمه قرار انا اخدته على نفسي ان هروح في داهيه فعلا. فانا دلوقتي هروح عامل كده، الفكرة دي اتجسمت في خيالي، انا هوديها شكر 14 تتغسل خلاص، او اخد لها ان انا نجحت فعلا. ماشي، ان انا اخدها النقيض بتاعها، يعني كلمة انا رايح في ده، انا رايح في كل خير ومتعة وسعادة وجمال وحب وراحة فيزيائيا وبدنيا وروحيا وعقليا في جميع اكواني خلاص. فالامنيه ديت انا كاتب نفسي بوديها للمانو خلاص، انا كاتب نفسي يعني بضخم الامنيه، وفي السفير انا بطلعه وبشوف الصورة الحلوة اللي انا جواها او اللي انا عايزها ولا انا تخيلتها ان انا بخير وقوي كويس، وانا في السفير اقول واو على الجمال، يا على الجمال وعلى الراحة والسعادة اللي انا فيها، واو على الجمال. شوف انا بعمل ايه، شوف الرياكشن ده، شوف الشعور اللي جالي، يعني انا حسيت بالشعور اللي انا عايزه. ماشي، مع الصورة معنى كده ان كل ده يتحقق، فاهم انت؟ كل شهيق بياخد معاه امنية وفكرة او نموذج التفكير اللي انت عليه دلوقتي، يوديه ما بين الشهيق والزفير، اللي يوديه للمانو، للمكان اللي فيه التضخيم ورد الشيء، بيقولوا عليه بوديه لربنا، بوديه للكون، واخد بالك؟
بعد كده يترجم لي اللي انا عايزه. دي حاجات بسيطة يعني. فاحنا وصلنا لغاية فين دلوقتي؟ لقاعات الامان دي. فانا من السفر الصوت دوت يعني انا نويت ورحت مثلا كيو 7، نويت اسافر ل10 مثلا، فاروح للكيو 7 او بوابة رقم 7 موجودة طبعا، مرسوم ده كله في الخريطة والأماكن فين. هبنزل صورتها على المنتدى أو ممكن أنزل صورتها هنا جوجل فيديو. فالمهم بروح بانوي، واخد بالك، وهسافر بجسمي. ها هسافر بجسمي، هسافر بجسمي يعني أنا بنشط المركبة، والمركبة دي دروس عظيمة جدا وحركات. فأنا مش عايز أتكلم في المركبة دلوقتي إلا لما نشط كل المنشط كل اللي أنا الشيلد اللي أنا فيه والطيارات وجسمي، واوتوماتيك المركبة بتشتغل. فأنا لو معرفتش هسافر بجسمي، هسافر بالجسم النجمي بتاعي. يعني حتى لو أنا مت، وده وارد يعني، وارد إن إحنا ما نقدرش كلنا ننشط كل ده في حياة واحدة، أو إحنا نأمل ذلك، إحنا نأمل ذلك، لأن الميوتيشن بتاع الساقطين مفرتكنا. يعني لما بتفرج على فيديوهات اشياء انا يعني هي من 22 23 سنه بلاوي سودا حصلت ماشي، وفي الكوكب وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، واوقات احنا لازم نلحقها. يعني مثلا هي بتتكلم ان في، طبعا هي بتتبلغ بالمواعيد ديت من الأياني، الأياني إحنا في الأرض الداخلية في الإيكايرس. ها ورلتها لكم أنا في بيت الفيديو، في أول الفيديو. فهي بتتبلغ وعندها هي، وهي إنديجو، وهي يعني أقل حاجة هي عندها 6 DNA، يعني هي تتنقل ما بين كل أولاني وكل التاني، كل أولاني 1 2 3 وكل التاني 4 5 6 خلاص. لكن هي عندها القدرة إنها تعمل اتصال مع الأياني، الأياني دول إحنا برضو، ومنها أصدقاء بيدلون على اللي إحنا فيه ماشي. كنت فاكر إن هي عملت تكنيك إن إحنا نقدر نخلي واحد من الأياني يجي يدربنا ويجي يساعدنا ونكلمنا وينبهنا إن الطريق ده فين. أحاول أنزله بعد كده. بس المهم احنا المفروض يعني نروح للاي كي ار سي ديت ماشي، والمفروض ننشط يعني اقل حاجه يعني مش 12 دي ان اي، بس احنا ممكن نقدر نسافر ب 6 دي ان اي ماشي. 6 DNA يعني انا مقدر اتنقل من هنا للكون التاني، مش بوعي كامل، ما توشي بعد الموت. ف انا كده هخش في حاجات تانية صح. خلينا نكمل التكنيك. فحضرتك دلوقتي التلاتة فليم موجودة في شاكرا 10 فوق، هتاخد من المحرك الشيلد بتاعك الطاقة عبر العمود المركزي اللي في النص، هتودي لشاكرا 10 شهيق زفير، هتنفقه جوه شاكرا 10 في التلاتة فليم دول. هتكرر الموضوع مرة واتنين وتلاتة خلاص، بحيث ان ايه، ان التلاتة فليم يعملوا يركبوا على اللايت بتاع المحرك شيلد بتاعك.
المهارك شيلد، سوري، المهارك لايت بتاع دوت ده الحامل اللي بيحمي اللي بيشيل اللي بيوصل. فتلاحظ ان اللون الزئبقي بتاع الكريستوس ده بتاع المهاره ده هو ده اللي احنا شغالين بيه، هو اعلى حاجه، هو رقم 12. فهتلاقي ده احنا اللي شغالين بيه، فهيحمل التلاتة فليم دول مع بعض، هيبقوا مجال كده، هو ضممهم، هو شايلهم، واخد بالك؟ فهو مغلفهم كلهم. فحضرتك هتاخد تاخد المجال ده كله اللي احنا حطينا فيه الحامل بتاع المهارك لايت، وهناخد شيكه بالزفيرة ننزله كله لغاية مركز الأرض. مركز الأرض ده هيعمل صوت، انت الوحيد اللي تقدر تميزه. لو ما قدرتش تسمعه زي ما فهمتك دلوقتي، حط له انتو نغمة وانساها، خلاص انساها، كده كده هيبقى في دمك، وده اللي هيخليك تمر سواء نايم او بجسمك المادي من قاعات الامنتي اللي هي الوحيدة اللي نقدر احنا في الدي ان بتاعنا اللي نمر منها. الجماعة الساقطين ومفهوم الهجين ممكن يمر لو عندهم التردد، ماشي، لكن كل واحد وتردده، يعني كل واحد والدي ان ايه بتاعه وايه اللي منشطه فيه وايه اللي مش بتنشط فيه، فاحنا بننشط ده كله، خلاص. دلوقتي وصل شيلد الارض، وصل مركز الارض، المجال ده كله اللي فيه التلاتة فليم وحواليهم اللون الفضي بتاع المهارة. دلوقتي التلاتة فليم هيرتفعوا لوحدهم لغاية ما يوصلوا لغاية المهارك شيلد الشخص بتاعك، خلاص. والمهارك شيلد الشخص بتاعك هيخرجوا كلهم ويخشوا في العمود بتاعك عن طريق التلبون، خلاص. هنا التلاتة فليم دخلوا فعلا العصعص كده، الكونداليني هتتنشط بزيادة، هتخش التلاتة فليم دول عن طريق التلبون وهتطلع تمر بجميع شكراتك من واحد لغاية أربعة، الأولى والتانية. وحط انتباهك كده إن التلاتة فليم دول طالعين موجات طالعة في شكرة رقم واحد نفسها في العصعص وبتنتشر حواليه، خلاص. راح شكرة العجز مرت جوه العمود دوت المركزي وبتنتشر حواليه، رقم السور الدفيرة الشمسية رقم تلاتة تمر من جواها وبتنتشر حواليها في المجال اللي حواليك في الأورة بتاعتك، ونفس الكلام عند شكرة أربعة، خلاص. كده الفيلم كله حواليك، درع كامل، درع كامل، ماشي. ده اسمه البادي فليم، وده اسمه الجسم النوراني بتاعك. مش عايز اقول لك الجسم الناري، بس ده مش مشكله المسميات دي، بس ده في الاورا بتاعتك، ده الكيراشي بتاعك. فسيادتك معلش لو في صوت عندي، فهنا احنا منشطين حوالين الاورا بتاعتنا كلها،